السلام عليكم. اليوم بقول لكم شنو المفروض نعرف عن معجون الأسنان، عن مكوناته، عن أنواعه، عن استخداماته، وشوي بنتكلم عن طرق تفريش الأسنان والريكومنديشن في هذا الموضوع. عملية التفريش اللي يقوم بالدور الأساسي فيها هي الفرشة، فرشة الأسنان، والمعجون له أدوار ثانوية بنتكلم عنها. ميل عملية تفريش الأسنان احنا يعني ننصح الناس ان يسوونها عشان نسوي ميكانيكال ريموفل اوف بلاك من على الاسنان، حلو، يعني نشيل البلاك من على الاسنان بطريقه ميكانيكيه. بعدين ضفنا المعجون لان المعجون من خلاله احنا نسوي ديليفرينج حق ميديكمنت، هي حق مركبات ممكن تفيد الاسنان. اهم مركب ممكن نضيفه على المعجون او لازم نضيفه على المعجون اللي هو الفلورايد. ليش الفلورايد؟ لان الفلورايد لما يروح على الاسنان ويكون له توبيكال افكت يسوي انتي ميكروبيال افكت، فيخفف من الكيرز اكتيفيتي، وبالاضافه انه ممكن يسوي ريمينرايزيشن حق السيرفس اللي صار لهم شويه ديمينرايزيشن بفعل الاسيد اللي طلع من البكتيريا. هني نتكلم عن مكونات معجون الاسنان، يتكونوا من مكونات وايد. الاساس فيها اثنين، يكون في فلورايد ويكون في حبيبات يسمونهم الابريزبس. الفلورايد مثل ما قلنا عشان يسوي كيميكال رياكشن مع الانامل او التوث سيرفس بشكل عام، سواء كان انامل دنتين او سمنتم، مينلي احنا نبي يتفاعل مع الانامل عشان يسوي لنا شيء يسمونه فلورو هيدروكسي اباتايت. هذه الطبقه هي تكون مور ريزيستنت حق الاسيدز اللي طلعها البكتيريا، فتقاوم الكافيتي production أو formation. والأبريزف اللي تنحط في معجون الأسنان عشان تساعد عمل فرشة الأسنان، فهي تكون مثل الحبيبات الخشنة نوعا ما، يعني نسبيا خشنة، موايد خشنة، إنزين، تساعد على زيادة الاحتكاك بين الفرشة والأسنان، فتساعد في البلاك ريموفل. الأبريزف هذه لازم تكون يعني كميتها مو كبيرة، البارتيكلز مالتها مو كبيرة، زين، عشان ما تسوي ابريشن في التوث سيرفس. وان يعني الدراسات معظمها تقول ان الابريشن اللي يصير بالاسنان مينلي ما يكون بسبب وجود الابريسيف، يكون بسبب عمليه الامبروبر برشنج تكنيك، يعني تكنيك تكون غلط، زين، او الفرشه تكون خشنه. الابريسيف اللي معجون في الابريسيف اللي موجود في المعجون بريء من هذه التهمه. شنو انواع الابريسيفز اللي تنحط في معجون الاسنان؟ مينلي من تكون ألومنا، وهذا قديم، ريسنت ريسنت توث بيست. معظم المعاجين الحديثة ريسنتلي توث بيست يكون فيهم سيليكا as abrasives. فحين قلنا الابريسيفز وظيفتهم انهم ينظفون اسطح الاسنان من البلاك ويساعدون الشعيرات الفرشة توث بريستل، حلو. بعدين نروح حق الديترجنس، وهو مثل الصابون نوعا ما، وظيفتهم انها يسوون الفومينج حق التوث بيست، يعطون الفوم ماله. رقم ثلاثة مثل ما قلنا الفلورايد. الفلورايد هو عنصر اساسي في كل معجون يستخدم بشكل يومي، حلو. ليش؟ عشان يعطينا هذه الانتي ميكروبيال افكت، طبعا اكثر من يعني واي، لكن مينلي انه هو يقوي طبقه المينا عن طريق انه يكون الفلورو هيدروكسي اباتايت اللي هي مقاومه اكثر حق الاسيدز اللي طلعها البكتيريا. اللي بعده، بعدين يكون في الوان وفليفرز، محسنات للطعم والشكل في المعجون. وبعدين عندنا الجيلسترين هو اللي يعطي المعجون القوام ماله. بعدين شويه ماتيريال ثانيه عاد مو اهميتها مو كبيره. هذه مكونات المعجون الاساسي، زين، اللي يستخدم از ديلي بيس. بعدين في بعض انواع المعادن تستخدم ل سبيسيفيك سيتويشنز او كونديشنز، ما تستخدم بشكل يومي، وهذه انواع وايد. في عندنا انواع من المعادن تستخدم حق الناس اللي عندهم هاي كيرز ريسك، مثل مرضى السرطان اللي يصير عندهم زينوستوميا، مثل الناس اللي عندهم هاي كيرز ريسك بسبب الدايت مالهم او السليفري اكتيفيتي، زين، يكون تركيز الفلورايد فيهم عالي. نقطة نسيت اقولها، الفلورايد بالنسبة حق الاطفال، زين، يكون تركيزه من 500 الى 5000 بارت بير مليون، حلو.
بالنسبة حق الأدلز يكون من 1000 إلى 1500 بارت بير مليون. بالنسبة حق الأدلز اللي هم إن هاي كيرز ريسك مثل الناس اللي عندهم زيرو ستومي قلنا الكانسر بيشنس الناس اللي نخاف إن يصير عندهم روت كيرز زين الهاند كابت يفضل إنه يكون تركيز الفلورايد من 2500 وحتى بعض الاستديز تقول توصل لي 5000 بس 5000 لازم نستخدمه بحرص بارت بير مليون. وفي معادين تستخدم to reduce أو to control التوث hypersensitivity الأسنان الحساسة. هذه نضاف لها إما بوتاسيوم نيترات أو سترونتوم كلورايد. البوتاسيوم نيترات وظيفته إنه يدخل داخل الدنتينال تبيوز ويقلل السنسيتيفيتي مالت النيرف أندينج. أما السترونتوم كلورايد فوظيفته إنه يسكر لنا يسوي كلود حق الدنتينال تبيوز فالإيرتنت ما تدخل داخل الدنتينال تبيوز وتوصل للنيرف أندينج اللي موجودة داخله. بالنسبة حق الناس اللي يعانون من الجينجيفايتس أو البيريدنتال ديزيز بشكل عام ففي مجموعة معاجين يعني تنصح لهم اللي تحتوي على ترايكلوزان لأنه هو في يعني هذه ترايكلوزان هذه لها افكت انها تقلل من الجينجيفال انفلاميشن. وفي معاجين تحتوي على بايروفوسفيت لأن البايروفوسفيت تروح حق البايوفيلم البلاك اللي موجودة على الأسنان وتقلل من الترانسفورميشن اوف بلاك تو كالكولس. وفي مجموعة من التوث بيست تستخدم حق الوايتنينج بحيث انهم يحتوون على الادهيز بيكونون شوية اخشن من الطبيعي فتسوي مثل ريموفل اوف اكسترنسك ستينز تشيل ستينز على الطبقة الخارجية من الانامل زين. لكن مثل هالمعاجين ما ننصح فيها بشكل كبير لان مثل ما قلنا الابريزو فيهم كبار واكثر زين فممكن يسوي شوية ابريجن حق التوث سيرفس وممكن يسوي يعني انجري حق الانامل وممكن تسوي الاسنان سنسيتيف. حلو بعض الاستاديز يعني تقول كلش ما لازم ننصح فيهم وبعض الاستاديز تقول ممكن نستخدمهم مره بالاسبوع بشكل كافي ما تستخدم بشكل يومي. اني حق انواع التوث برش مثل ما انتم عارفين عندنا المانيوال او الكونفنشنال توث برش اللي كلنا نعرفها وبعدين عندنا الباورد او الالكتريك توث برش. حلو في سيستماتيك ريفيو تنصح وتقول ان الالكترونيك او الباورد توث برش تنظف اكثر من المانيوال زين. لكن بنفس الوقت تقول ان معظم الناس اللي استخدموا الباورد توث برش ما استمروا عليها استمروا فتره قصيره يمكن 6 اشهر او سنه وبعدين قطوها وردوا حق المانيوال. لذلك من الناس اللي ننصحهم يستخدمون الباورد توث برش ممكن ننصح الاطفال ممكن ننصح الهاند كاب ممكن ننصح الناس الكبار اللي عندهم ضعف في العضلات او الام في المفاصل هذه ممكن تكون مفيده. لكن معظم الناس المانوال از فاين وكافيه. التكنيك اللي ممكن نفرش فيها الاسنان في وايد تكنيكس هورزنتل وشارتر وباس والامور هذه الاستديز ما تفرق بينهم تقول كلهم قادرين ان ينظفون الاسنان بشكل جيد وكلهم يعني يقللون الجينجيفال انفلاميشن بشكل جيد بشرط انه التكنيك يكون صح. طبعا في ريكومنديشن مثلا مرضى الاورثو لهم تكنيك معين مرضى البيريو ديزيز لكن هذه كلها عليها يعني ويك داتاز او ويك ايفيدنس. اي تكنيك ممكن يمشي لكن نفرش اسنانه بشكل صح كم مره الاستدي تقول انه لو فرشنا مره كل يومين هذا راح يقلل البيريدنتال ديزيز بشكل كافي. لكن معظم الناس ما تفرش بشكل جيد فلذلك ننصحهم على الاقل مره باليوم ويفضل مرتين باليوم. مرة باليوم إذا كان المريض راح يفرش مرة باليوم ننصح إنه يفرشها قبل النوم. لو كان مرتين فمرة قبل النوم ومرة أي وقت أثناء اليوم. آخر شيء نسيت أقوله المانيوال توث برش ننصح المرضى إن يستخدمون السوفت زين أو حتى الألترا سوفت لأن هي بعض الناس تقول مستديز سمعتها من بعض الناس يقولون الألترا سوفت البريستلز هذه ممكن تدخل داخل السلكس وتنظفه. كذي أتوقع أني غطيت معظم المعلومات المتعلقة بالتفريش.